ابتدأت اللحظات السعيدة معلنة ابتداء حلقة جديدة من برنامجكم، البرنامج المنوع المحبوب، برنامج العائلة العراقية، برنامج فكر واربح. أهلا وسهلا بكم، أهلا ومرحبا بكم أحبتي مشاهدي قناة أشور الفضائية. اليوم أنا في منطقة الناظمية، في منطقة الناظمية، تحياتي إلى منطقة الناظمية. مسرحية لا تحكي بحالك. لا الله 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 يا يحكي ها الزعيم. مسرحيه الزعيم، مسرحيه الزعيم، مسرحيه الزعيم. وش شفت انت علي؟ وش حكي بشر ضابط؟ مسرحيه الزعيم. الزعيم شنو وين؟ مسرحيه مال الزعيم. شلون عرفت؟ هو سوى بس ما قال. سوى هيك، خلى الرتبه وخلى الرتبه. اذا يعني صندحيحة، صندحيحة. ازم الهدية، مبروك لك الكارت. ابدع بس لا حد يرفع ايده. ابدع. ها عمي خالد، علاوي دقيت لو ما دقيت. حلو، مبروك لك الكارت وتهانينا علوان. اثنين ثلاثة، ابدع. فاز معي ضياء، مبروك لك الكارت. شو تقول قناة أشور وبرنامج فكر وربح؟ سقفوا له سمشي. خوش برنامج جميل حلو. ولا سهلا بك استاذ علاء الدلوي. الله يسلمك، تحياتي لك. مبروك لك الكارت، تهانينا. شو تقول قناة أشور وبرنامج فكر وربح؟ نعم، الدمعة نزلت. الله يعطيك الصحة والعافية. يوم اللي ان شاء الله تفرحين وتنسين الهم كله ان شاء الله. شعر؟ لا والله ما. نكتة؟ نكتة النحاس ناسي. ناسي طبعا، اكيد واحد ينسى. اي ينسى، مو بالنا نكتة. مره واحد يعني ربح 10 ملايين. اي ربح 10 ملايين، فرجع البيت قالها المرته ربحت 10 ملايين. مرته خطيه من الفرحه ماتت. فاش قال خطيه؟ قالها الخير من يجي مره واحده. ها حلو، صدق الخير من يجي مره واحده. يعني شيء ما يصير يجي مرتين علاوي؟ فرصه مره بالسنه. مره بالسنه. ابدا. يتقدم علي دلوي. يتقدم علي دلوي. واحد يدغدغ واحد بعيد بعيد. واحد يدغدغ لي اياه. اذا نفس القوه مسقفوا له سمشتين. ها هي مبروش. عشوا جو الفمن. اي اكو بس صمونتي يا باقي. اي ماكو. فأم عشرة، كل واحد يبي صمونة، شلون؟ حزوها حليها. أم عشرة؟ إي. إي. وباقي صمونتين بالفرن. إي. وشلون؟ يبغون كل واحد وحدة، شلون؟ أم عشرة. إي. زين، جو للفرن. أخذوا صمونتين. أخذوا صمون؟ وزعوهن كل واحد. إي. إي، شلون وزعوهن؟ شلون وزعوهن؟ باع. هو شنو هو؟ صمون وتين. التين يعني عشرة. الصمون يعني ساعة الصودا. يعني اذا توزعت سقفوني سمشتين، شلون ابداعتي؟ كان اكو فد يوم واحد محشش. هو صديقه مرور، فشنو؟ قال له اني راح اروح هسه، جيت توقف بمكاني، يا سياره تجي فتشها. فاجت سياره تعبانه، فقال له اوقف انزل افتح لي الصندوق دا فتشها. قال له ما السياره ذا هد البنزين تطفي. قال له زين. المحشش اللي وقف بمكان صديق المرور قال له زين زين انزل اني ادرس بنزين وتفتش السياره. ها حلوه. اكو اثنين جهال يبكون 24 ساعه على اثنين جهال. اي واحد اسمه حمودي وواحد اسمه علاوي يبكون. يا اشتري لنا بايسكلات. هذا ابوهم حديقه ما عنده ولا فلس. كان قال له قالهم يبكون على يوم عوجي بن مرته. قالت لهم هذول راح يموتون من البكي. شلون؟ قالت لي شيل حمودي قاعد على ظهرك وفتر بي وانا قاعد على وافتر بي. هذول يفترون 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 داخوا داخوا وناموا. قال لها قوم سوي لنا عشاء. قال ما عندنا عشاء، احنا اليوم كش ما عندنا. لزموا طلعت توثيه وكسرها تكسر. من قاعد؟ حمودي. قاعد حمودي. زين شافه بدا يكتب بمه راح العلاو علاو علاو قوم قوم بابا كسر بايسكلك. ها اكو واحد. اي وجهك على الكاميرا. اكو واحد يشرب صلصه. قال له شنو تشرب صلصه؟ انت خبير مخبل؟ اي كان شي يقول له يقول له انا حب الصلصه عاجبني اشرب صلصه. اي كل مره يشرب صلصه كل مره. كان يلطم بكفخه. قال له امنعك من الصلصه منعك. اجي قال له اروح واجي اجيب هيك كم قرصه خبز واحده اثنين هيك. اي كان شي يقول له
رجع شاف اللي يشرب صلصة كان يشربها من القلاوة الثاني الثالث. ها؟ معكم؟ بيكم؟ اكو واحد يوتوت يوتوت يعني يوتوت يعني يوتوت يصلح بواري ايه يمشي بالشارع يصلح بواري عيط. هاي طلعت واحدة من العمارة قالت له أبو البواري البواري مالتنا كلها تخر. قالها منين؟ من فوق. كان قالها لا مو من فوق. قاعد منين؟ من جوه. قالها لا. قالها من النص. قالت له لا. كان قاعد منين؟ قال عين احنا بوارنا كلها دفن. قالها وش قالوا ليش عندي سونار؟ ها؟ حلو ابدأ. لا واخر ايدك هاي. لا ها رفعت ايدك ما يصير. ماشي واحد اثنين ثلاث ابدأ. حلو عمي سقفوا له اسم شين. واحد اثنين ثلاث ابدأ. شين السالفة هذا بعده كباب صغير. تعال مصطفى اذا فاز وياي بكارت مبروك لك الكارت. كذبت بالبيع؟ ايه كذبت بالبيع. شلون مثل ايش؟ شفته بيضة لو سودة؟ لا والله بيضة. بيض مثلا؟ ايه قال له هذا دجاج الكوثر هو الفاخر. قلت له ايه الكوثر. ايه؟ هذا اردني وذاك كويتي. ايه؟ هاي قلت له عبس هاي كذبتها. ايش حافظين؟ اشعار نكات شيء منا ها؟ والله ما حافظ. لو اسالكم سؤال والله ما حافظ النكت. سؤال لو بس ايش مشاركه والله انا مو خبز. والله على الخبز خليها احسن المجاركه. على الخبز هاي تشاركتونا يعني. نعم المهم ما يطلعناك مو شكلك على الكاميرا. فهمهم كم كلمة اوكي تعرف المن بروش لك الكارت. شو تقول قناة هاشو برنامج فكر وربع؟ الله يقول ان شاء الله الموفقية اكثر واكثر ان شاء الله تطور برنامجك اكثر. اهل الناصرية ايش حافظي من اهازيج هوسات اهازيج ما تتذكر لك بشي ابد حيدون حامد انت ما حافظ شي الشعر شي كذا؟ لا ما حافظ. ها حظك حلو؟ حظي هسه مو زين. ليش عجل؟ والله اليد راحت. سلامات. الله يعطيك الصحة والعافية. اي والله. حافظ لك نكتة شعر شي؟ لا والله. ما حافظ. مش الكرم. كنا في منطقة الناظمية في بغداد الحبيبة. مثل ما قلت لكم ازور المناطق كلها ان شاء الله. إذا الله خلانا عايشين وطانا الصحة والعافية ان شاء الله ما نقصر وياكم. غايتنا اسعادكم، فرحتكم، وونستكم. ما نريد واحد يضوج. ما نريد واحد يتابع قناة آشور الفضائية ويضوج. لا نريد دائما البسمة والفرحة والسرور على شفاهكم وبقلبكم. وإن شاء الله يا ربي أتمنى لكم الصحة والعافية وتحقيق كل أمنياتكم إن شاء الله. اللحظات السعيدة من قناة آشور الفضائية وبرنامج فكر وربح انتهت لهذا اليوم. أكيد راح ألتقيكم بحلقة أخرى. وقبل لا أختم أقول باي باي.